اللهم ارزقنا القناعة، آمين. اللهم حببنا في صلاة الجماعة، آمين. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة، آمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته.